الجهاز الفني لفريق كرة السلة بقيادة كابتن أحمد مرعي استقروا على خوض معسكر خارجي في أوروبا، وفي الأغلب هيكون في صربيا ضمن فترة إعداد الفريق للموسم اللي جاي. الفريق اتدرب النهاردة، وكالعادة التدريبات كانت بدنية قبل الشوط على الباسكت وتنفيذ بعض الخطط. احنا عارفين طبعا ان الفريق كان خاض معسكر خارجي في الامارات وقدر انه يحصل على لقب بطولة الوحدة الدولية. كاميرا البرنامج كانت في تدريبات الفريق، خلينا نشوف بعض اللقاءات مع نجوم الفريق ونرجع نكمل اخبار. بدأنا يمكن دلوقتي بقى لنا شهر وشويه اعداد، يعني اعداد بدني واعداد فني. عملنا يعتبر الاعداد العام خلاص في نهايته، ساعدتنا كتير البطوله اللي كانت في ابو ظبي، ساعدت الفريق كتير في بدايه يمكن في وسط الاعداد العام. يعني كانت تجربه، عشان انت عارف طبعا معانا السنه دي كابتن مرعي، كابتن مرعي قيمه وقامه كبيره، مدرب كبير انجازاته كبيره، هو متعود على التحدي زينا بالظبط. يعني في الزمالك اتعودنا دايما كده بيبقى عندنا صعوبات وعندنا مشاكل وكده، لكن بنقدر نتغلب عليها، وده طابع عند كابتن مرعي يمكن الفرق كلها اللي مسكها. فان شاء الله باذن الله يكون النتيجه كمان مرضيه لجمهور نادي الزمالك، ونقدر نبذل اقصى جهد عندنا وتبقى النتيجه ان شاء الله. يعني باذن الله احنا دايما بنلعب على البطولات. والله طبعا احنا يعني ماشيين في مبدا ان احنا هنموت نفسنا ونحاول نعمل كل حاجه علينا، التوفيق بيبقى بتاع ربنا، انما ان شاء الله نجتهد السنه دي ونحاول نعوض الاخفاق اللي حصل السنه اللي فاتت، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى عند حسن ظن الناس ونقدم المستوى اللي الناس منتظراه مننا، وان شاء الله نحاول نكسب يعني على قد ما نقدر عدد البطولات اللي احنا نقدر عليه. يعني طبعا يعني احنا اي حد بيجي من بره بيبقى خلاص داخل الفريق على طول، ما عندناش حاجه اسمها ان ده لعيب لسه جاي اول سنه او حاجه، بالعكس احنا فريق بيبقى يعني كله بيخش جوه بعضه بسرعه جدا. اكيد احنا كنا عددنا قليل ولعبنا فرقه كويسه واستفدنا بشكل كبير قوي، أدائنا كان كويس، قدرنا ننفذ حاجات كتير من كابتن مرعي اللي هو طلبها مننا، فان شاء الله الفترة الجاية تكون أحسن كتير يعني من الفترة اللي فاتت. أكيد كابتن مرعي شغال معانا وبيحاول يحط البلان بتاعته من أول يوم، واحنا بنحاول نطبقها، وان شاء الله هو مدرب كبير خد بطولات كتيرة مع فرق كتير، ان شاء الله يكون معانا نفس الفكرة ونقدر نحصل بطولات كتيرة يعني. ان شاء الله غالبا ما في معسكر الفترة الجاية نقدر نلم بعض أكتر. بس يعني لحد الدوري يبدا. طبعا يعني احنا بادئين الموسم يعتبر ببطوله يعني، وان شاء الله هنكمل على كده ونكمل مكملين اقوى كمان، التمرين اقوى ان شاء الله يعني. محترف كويس جدا طبعا، ويعني بدا يخش في مع الفرقه وهو واخد احسن صانع العاب في البطوله هناك يعني، وان شاء الله يعني احنا معاه وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه جدا ان شاء الله. عنده صحاب كتير لعبوا قوي هنا في مصر، وهو عارف ان الزمالك تاريخ كبير يعني، والباسكت في مصر ليه تاريخ كبير، فهو مبسوط ان هو هنا في نادي كبير زي الزمالك. لكن احنا في الفريق في مواهب كتير جدا، ان هو ياخد احسن صانع العاب يعني، ان هو دينارو اسيستات كتير قوي، ان هو كان بيباصي احنا كنا بنجيب كتير، فهو مبسوط ان هو بيلعب معانا، ويعني احنا بنساعده على طريقه لعبه وهو كان بيساعدنا، فان شاء الله يعني نعرف نلعب سيزون. بس بيقول لك ان انا عايز اكسب بطولات كتير في النادي، اي حد بيمضي عقد هنا في النادي عايز يكسب بطولات كتير مع النادي، فانا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ان شاء الله اكسب بطولات كتير مع النادي. انا من نيويورك، فيعني نيويورك دي بقى شبه اي حته في العالم، فانا لما جيت هنا حسيت ان انا زي بقى هناك في بروكلين او نيويورك في الحتت دي، فما حسيتش ان انا يعني في حته جديده. شكرا ان انتوا استضفتوني هنا يعني في النادي، وان شاء الله احقق حاجات كتير مع النادي عشان اخليكم مبسوطين باذن الله.